السلام عليكم. في معرض حديثه عن إنجازات وزارته لسنة 2022، صرح وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق العريبي عن التزام وزارته بالانطلاق في أشغال تغطية ملعب 5 جويلية في يعني خلال سنة 2023، يعني السنة هذه. إذن هذا هو خبر اللي كان ننتظره منذ أكثر من 10 سنوات الآن، حيث أن كل الدراسات كانت موجودة وكانت مهيئة لإنشاء لتغطية الملعب وزيادة التوسعة دياله من 65,000 متفرج حاليا إلى حوالي 72، كل يعني الأرقام تتغير من كل مرة، 70 72 إلى 75، وهناك من قال 85 متفرج بغلق كل المدرجات، يعني تعرف لومبو. إذن هذا هو، والملاحظ هو أنه في خلال الأسبوع الماضي هذا تم زيارة نتاع وفد من مكتب دراسات فابريس اند بارتنر، وهذا المكتب تاع الدراسات اللي يعمل في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، وهو من أصول إيطالية، مكتب دراسات إيطالي، يعني صمم عدة مشاريع في الجزائر، منهم فندق حياة ريجنسي وعدة فنادق، كان يعمل كثير مع الوكالة الوطنية للفنادق، ومنهم فندق الشيراطون في عنابة وفي وهران، وحاليا فندق سوفيتال في سطوالي، عدة يعني عدة مشاريع تم تصميمها، وكذلك مركز يعني تجاري تاع السنية بوهران، ويعني عدة مشاريع. إذن هذا المكتب دراسات زار الأسبوع هذا الملعب 5 جويلية لتحديث الدراسات وتقديم يعني مقترح للتغطية نتاع الملعب هذا. إن شاء الله هذه المرة يكون فيه تغطية، وهذا يدخل في إطار خاصة إطار ترشح نتاع الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا اللي كان في 2025، وهذا شيء إيجابي إن شاء الله، يعني الأمور تأخذ مجرى طبيعي وندخلوا في مرحلة جديدة بملاعب جديدة إن شاء الله في ولايات أخرى. في ولايات أخرى هذه لازم أكد عليها، لابد أن نعمم الخير إلى كل ولاية الوطن، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.